قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه يلفت نظر عباده الشاكين في البعث والجزاء. يوجه الله تبارك وتعالى للناس من عباده أدلة تدل على قدرته على البعث والجزاء، يعقلها كل إنسان يعقل، أي يستعمل عقله. الظاهرة الأولى ظاهرة النشأة الأولى، حيث يقول الله تبارك وتعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن بدأنا خلقكم عندما كنتم ذرة صغيرة في أرحام أمهاتكم، فكثر الله هذه الذرة وتنامت، ثم شق السمع والبصر والفؤاد والأعصاب والعروق. من الذي فعل ذلك؟ الله تبارك وتعالى فعل ذلك دون واسطة، إنما حسب السنن التي وضعها في الكون، فيتنفذ أمر الله تبارك وتعالى بخلقكم في نشأتكم الأولى. فهل تصلوا إلى العلم اليقيني أن الله الخالق القادر قادر على أن يعيد خلقكم؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أي تصدقون بالبعث والحساب. أفرأيتم ما تمنون، النطفة التي تجعلونها وتصبونها في الرحم، أأنتم تخلقونها أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ طبعا الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الجنين. الزوج والزوجة لا شأن لهما إلا أنهما قضيا حاجة ولذة، ويتمنيان أن يرزقهما الله تبارك وتعالى غلاما أو غير ذلك. فالذي خلق هو الله. أفرأيتم ما تمنون، المني الذي تصبونه في الرحم، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنتم أوجدتم الخلايا وتتكاثر، وهذه الخلية في منطقة كذا تتكاثر فتكون العين، والأخرى تكون الدماغ، والأخرى تتكاثر وتكون الرجلين والأظافر. من الذي فعل ذلك؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذا كان الله هو الخالق، ألا يستطيع أن يخلق ثانية؟ ثانيا، إذن الأولى ظاهرة نشأة الحياة الأولى. الظاهرة الثانية ظاهرة الموت الذي لا مفر منه لأي إنسان، حيث يقول سبحانه وتعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا، أي صرفنا بينكم الموت، فكل حي سيموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول يحمل بالنعاش إلى المقبرة. نحن قدرنا بينكم الموت وحددناه بالزمان والمكان والأسباب، فلا يتأخر لحظة. إذا جاء أجلهم لا يتأخرون لحظة ولا يتقدمون لحظة، حتى أن الإنسان إذا كان موته في بلد كذا جعل الله إليها حاجة، فذهب في هذه الحاجة فمات في المكان الذي حدده الله. وذكرت مثالا على ذلك. أحد الأشخاص حجز في طائرة فتأخر نصف دقيقة،
قالوا له خلاص وضعنا مكانك. في واحد كان يرشي ودفع مال حتى يؤمن له مكان، أمنوا له مكان وأخذوا مكان هذا الشخص. حاول كذا وخلاص انتهى الوقت، لازم تحضر قبل ساعتين. ركب هذا الثاني الذي دفع مالا ليأخذ المكان، ركب الطائرة فاحترقت الطائرة، فالموت لهذا الثاني ودفع عليه مالا، والأول ما انتهى أجله، حزن وتألم، راح مكانه وغشوا وأخذوا مصراته وأعطوه، علم أنه أخذوا مالا وأعطوه مكانا، ولكن عندما علم بالنتيجة سر. إذن كل إنسان قدر الله عليه الموت فإنه سبحانه وتعالى لا يسبقه شيء، سيموت هذا المخلوق في الوقت الذي يشاءه الله وفي المكان الذي يحدده الله تبارك وتعالى. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. ما نحن بمسبوقين أي ما نحن بعاجزين، الله سبحانه وتعالى ليس بعاجز على أن يبدل أمثال البشر. إذا ماتوا يعيدهم من جديد، الذي خلقهم أول مرة بالشكل الذي يريد وأماتهم في الوقت الذي يريد قادر على أن يحييهم في الوقت الذي يريد. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ننشئكم في نشأة لا تعلمونها أنتم، ولكن الله قادر على ذلك. والدليل على هذا هو النشأة الأولى التي تحدثنا عنها قبل قليل، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في نفس الآية: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. النشأة الأولى التي خلقتم فيها في أرحام أمهاتكم علمتموها، وعلمتم أنه ليس لكم قدرة على هذا الخلق، لا الأب ولا الأم ولا الدولة ولا كذا ولا الشعارات ولا الأصنام هي التي خلقت وأوجدت هذا الجنين من أبنائكم، تعلمون أنه والله الذي فعل ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يسبق ولا يمكن أن يعجز على أن يبدل أمثالكم وينشئكم في ما لا تعلمون. والدليل على ذلك النشأة الأولى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي تتعظون وتفهمون وتستعملون عقولكم. فالذي خلقكم أول مرة يستطيع أن يعيدكم، والإعادة أهون من الإيجاد الجديد، وهذا معروف بالنسبة للخلق. فبالنسبة للخالق الذي هو على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الأمر أيسر وأسهل عليه بكثير من أن يخلق من جديد. ولذلك أشار القرآن في موضع آخر إلى هذه الناحية، قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. أتبعها بقوله: وله المثل الأعلى، يعني الله قادر قاهر، قادر على كل شيء، ولكن يمثل لكم أنتم إذا اخترعتم شيء من جديد ورتبتموه، صممتم سيارة مثلا وعملتم على استخراج المعادن وصبها وكذا وهذا، وجاء واحد وففك هذه الآلة قطعة قطعة، ففك البراغي والصواميل وكذا، يستطيع الذي صنعها أول مرة أن يعيدها في ساعات معينة، ولا يحتاج إلى وقت طويل ولا إلى تصميم ولا إلى دراسة ولا إلى قياسات. لماذا؟ لأن الإعادة أسهل من البدء. هذا بالنسبة لكم، فكيف بالنسبة لله القادر على كل شيء؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. ثم الظاهرة الثالثة، ظاهرة إنبات النبات وإعادته إلى ما كان عليه من النمو، حيث يقول سبحانه وتعالى في الآية التالية: أفرأيتم ما تحرثون. الحرث أيها الإخوة معناه شق الأرض وإلقاء البذر فيها، هذه مهمة الإنسان. من الذي ينبت؟ الله هو الذي خلق قوة النبات في هذه البذرة، وهو الذي يجعلها تنبت، فإذا أراد أن يجعلها لا تنبت لا تنبت. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أي تشقون الأرض وتبقون فيها البذر. لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء الله سبحانه وتعالى لو يريد لأيبس هذا النبات قبل استوائه، لأفسد البذرة وهي في باطن الأرض، أو بعد أن تنتج جاءتها ضربة شمس أو أمر الله بالموت فماتت ويبست.
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ظلتم تفكهون أي تحزنون على ما فاتكم من زروع وتندمون، ولكن لا ينفعكم الندم شيئا. وفسر قولهم المتعدد والمتكرر في تفكههم فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يتفكهون بالألفاظ، ما بيطلع بإيدهم غير الألفاظ. إذا الله أيبس الزرع وخرب المحاصيل بأن دمرها بطوفان، أو دمرها بضربة شمس فأحرقتها وأتلفتها، أو دمرها ببرد شديد فأحرقها وأتلفها، هو القادر، هو الذي يخلقها، وهو الذي إذا شاء يزيلها. إذا فعل ذلك لا يبقى لكم إلا أن تتفكهوا في الألفاظ، فتقولون إنا لمغرمون أي إنا لمعذبون، الله عذبنا فأحرق الزرع، بل نحن محرومون، بل نحن محرومون من الرزق، الله ما بده يرزقنا. إذا تعرفون أن الله هو الرزاق وهو الخالق وهو الذي ينبت لكم ما تنتفعون به من الحرث ومن الأشجار، ألا يستطيع هذا الخالق أن يعيدكم من جديد؟ أين عقولكم أيها الناس؟ الظاهرة الأخرى ظاهرة الماء وإنزاله من السحب. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الماء الذي تشربونه، بعض الناس من الجهلة يقول لا نحتاج إلى ماء السماء، نحفر الآبار، إذا لم ينزل ماء السماء ولم تتخزن المياه في الأرض تجف الينابيع وتجف الآبار ولا يبقى لك من الأعمال التي تحفر فيها لتحصل على الماء، لا يبقى لك ماء. فالله سبحانه وتعالى، وأنت تعلم والعلم يدلك على ذلك عندما تراجع هذه الأمور وتدرسها علميا وتستعمل عقلك، تجد أن مياه البحار في كل الكرة الأرضية مالحة، لأن ثلثي الكرة الأرضية ماء. لماذا كانت مالحة؟ لأنها لو كانت حلوة لوجدت فيها الميكروبات والبكتيريا والجراثيم والنباتات والطحالب وكذا، ففسدت وفسدت الكرة الأرضية كلها. فربنا جعلها مالحة حتى لا يعيش فيها إلا الأسماك التي خلقها الله لتعيش في المياه المالحة ويستفيد منها الإنسان، أما الفطريات والأشياء المؤذية للإنسان لا توجد. طيب الإنسان يحتاج إلى ماء ليشرب. بعض الجهل يظن أنه من السحب الماء أجد لحالة، لا، العلم أثبت أن مياه البحار تتبخر، يعني يوجد تحلية ربانية لك أيها الإنسان بسنن كونية وضعها الله. مياه البحار تتبخر، من الذي وضع قانون التبخر؟ حتى في الشتاء مع البرد يتبخر في اللحظة الواحدة من البحار التي ثلثي الكرة الأرضية، يتبخر مئات الأطنان من المياه، ثم هذه الأبخرة تصعد إلى الجو. من الذي خلق وأوجد قانون الكثافة حتى تطلع هذه الأبخرة إلى السماء وتعلو؟ الله. ما في عاقل إلا ويقر أن الله هو الذي فعل ذلك. من الذي يرسل الرياح؟ عندما تأتي كلمة الرياح في القرآن معناها الرياح النافعة التي تلقح الأشجار والتي تلقح الغيوم والسحاب، وأما إذا جاءت كلمة ريح فهي مهلكة، أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. من الذي أمر الرياح أن تحمل السحاب إلى مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا، ثم تأتي البرودة المعينة التي يتكاثف فيها السحب ويركمه ربنا طبقا فوق بعضه فيجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله؟ من الذي فعل ذلك وأنزل لكم هذا الماء العذب؟ ثم عندما يكون السحاب في السماء فتحتك السحب مع بعضها فتنتج شرارات كهربائية عالية جدا، تمزج النيتروجين مع بخار الماء السحب يعني، فينزل الماء وفيه نيتروجين لأن النبات يحتاج إلى نيتروجين. من الذي فعل ذلك وأنزل الماء من أجل أن تشرب نباتاتكم وحيواناتكم وتشربون أنتم؟ من الذي فعل ذلك؟
الذي فعل ذلك ألا يقدر على إعادتكم؟ إذن أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن من السحب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، جعلناه مالح شديد الملوحة إلى حد المرارة، فلولا تشكرون؟ هل لا تشكرون الله على ذلك؟ كيف تشكرون الله؟ تقول الحمد لله وتوجه قلوبكم وأعمالكم إلى العبودية لغير الله؟ لا، شكر نعم الله بطاعته والتحرر عن العبودية لسواه حتى تسعدوا في الدنيا والآخرة. فلولا تشكرون، يعني فهل لا تشكرون الله على ذلك؟ النار، ظاهرة النار وتخزينها في الأشجار، طبعا هذا هو الأصل. أما ما وجد في العصر الحالي من المواد المحترقة التي تخرج من باطن الأرض كالبترول التي منها البنزين والسولر والمازوت وغيرها، هذه موجودة في الأصل ولكن لن تكن معروفة للناس، وهذه مؤقتة. لماذا أقول مؤقتة؟ لأن الأحاديث أثبتت أنه في آخر الزمان يعود الناس إلى القتال بالرمح والسيف. طيب والبترول الذي يحرك الطائرات ويحرك السيارات والصواريخ والقاذفات، وأين؟ يبدو أنه فترة مؤقتة ابتلاء للبشر ثم يزول، وفي هذا الابتلاء يظهر ويثبت المجتمعات البشرية الظالمة الإرهابية، الدول الإرهابية التي تتسلط على غيرها باستعبادهم بالقوة والقهر والقسر والإرهاب ثم يزول. فالأصل إذن في الحرارة وفي النار، CO2 غاز الفحم ينتج من الفحم، والفحم ينتج من الحطب، حطب خشب الأشجار. كيف ومن أوجد الخشب في الشجر؟ أوجد القوة الحارقة النار في الشجر من؟ ادرسوا، فكروا، عندكم عقل يتحرك فتعلموا وجربوا. ماذا وصل الإنسان؟ وصل الإنسان إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان هذا الشجر الذي يقدح بالزناد فيشعل فيه النار، وفي هذه النار يتذكر ويتمتع المسافر ويتمتع المستفيد من هذه النار فيطبخ عليها، لأن هناك أمور لا تؤكل إلا بالطبخ والنار، وهناك أمور تحولها النار من حالة إلى حالة حتى يستطيع أن يستفيد منها الإنسان، فهو يتمتع في هذه النار في الدنيا. أما في الآخرة سيحرق الكفار الذين تمتعوا وتركوا أمر الله. فربنا يذكرنا بهذه الأشجار، أنتم أنشأتم شجرتها، كيف نشأت الشجرة؟ كيف جاء غاز الفحم وانفك الأكسجين عن الفحم؟ الحيوانات كلها يا إخواني البرية مع الإنسان يستنشقون الهواء في الرئتين ويأخذون من الهواء الأكسجين ويطلقون غاز الفحم، لأن الاحتراق في الجسم عندما يدخل الغذاء إلى الجسم تمتص الأمعاء وينتشر في كل خلايا الجسم، في العين، في الدماغ، في اليد، في الرجل، في الجلد، فيصل الغذاء إلى هذه الخلايا. عندما يصل الغذاء إلى هذه الخلايا يحترق هذا الغذاء، مو يحترق يعني بشغل عليه نار، لا، يحترق بطريقة كيميائية يعرفها الله تبارك وتعالى جلت حكمته. فبعض هذه الأغذية تنقلب إلى قوة حركية يتحرك فيها الإنسان ويحرك عضلاته، وبعضها يتحول إلى قوة وقدرة على الوجود حيث تموت خلايا فتغذى خلايا أخرى لتموت خلايا أخرى جديدة. هذا الجلد يا إخواني الذي نفركه فيخرج من جلد ذا جلد الميت، هذا يأتي بدله جلد جديد. بعد كل عدد من السنين يتغير الإنسان كله ما عدا العقل. من الذي فعل ذلك؟ الله. إذن هذا الاحتراق الذي يحترق في جسم الإنسان والكائنات الحية يأتي عن طريق الدم ويمر بالرئتين، الرئتين تصفي الدم، تخرج من الدم غاز الفحم CO2، C يعني فحم، O2 أكسجين يعني احتراق، فحم محترق. ينقى الدم من غاز الفحم، يخرج غاز الفحم مع الهواء، عندما نتنفس يدخل الهواء
سليم ويخرج فيه غاز الفحم. إذن على هذه الطريقة سيكثر غاز الفحم في الكون، وغاز الفحم مادة سامة، إذا كثرت يخترق الإنسان والحيوان ويموت. جلت حكمة الله، جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. كيف جعل منه نارا؟ خلق في الأوراق الخضراء في كل الأشجار عن طريق النور من الشمس، هذه الأوراق تمتص من الهواء غاز الفحم CO2 فتفككه معامل كيميائية في كل ورقة، كيميائية ربانية يعجز عنها البشر. وهو اكتشف هذا، هو لم يقر بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعبد المخلوق ويطيعه ويترك الخالق. في كل ورقة عن طريق إشعة الشمس تأخذ الورقة غاز الفحم من الهواء فتفككه، تأخذ منه الفحم يتكون منه مادة الخشب والمواد التي تصلح للتركيب في السمار، وتطلق الأكسجين. إذن الحيوان يأخذ الأكسجين ويطلق غاز الفحم، النبات يأخذ غاز الفحم ينقيه من الفحم ويطلق الأكسجين ليتنفس الإنسان. ففي هذا الكون توازن. من الذي جعل هذا التوازن؟ ألا تفكر يا إنسان يا عاقل؟ الذي ميزك عن كل الكائنات العقل الذي منحك الله إياه، فلماذا تهمله وتهدر عقلك وتكون عبدا لغير هذا الخالق العظيم الذي ما أمرك إلا بما يصلح أمرك؟ إذن أفرأيتم النار التي تورون تشعلونها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة يتذكر بها الإنسان العاقل ويعرف ربه فينتبه إليه ويتحرر من العبودية لغيره. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يتذكر فيها الإنسان من هذه النار البسيطة المحرقة يتذكر نار جهنم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا أيها الناس، قال عليه الصلاة والسلام: نار بني آدم التي يوقدون عليها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت هي لكافية. قال: إنها زيدت عليها 69 ضعفا. فاللي بده يتحمل يتحمل، يطيع عبد الله ويترك الله، ما في مانع. قال تعالى عن هؤلاء تحكما بهم: فما أصبرهم على النار. كأنهم سيصبرون على النار، مستعدين يقذفوا أنفسهم بالنار بالعبودية لغير الله تبارك وتعالى. فما أصبرهم على النار. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أوقد الله، لأنه مرت في بعض الأحاديث أن النار في بعض المواطن مظلمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوقد الله على النار 100 عام حتى أحمرت، ثم أوقد عليها 100 عام حتى ابيضت وصلت لدرجة التوهج، ثم أوقد عليها 100 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. فالذي يطيق ذلك يعد نفسه ويكون عبدا للمخلوق فيخسر الدنيا والآخرة. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي المسافرين وللمنتفعين، فهذا ينتفع في النار فيطبخ، وهذا ينتفع في النار فيلين الحديد ليصنع منه أشياء تنفعه، ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم، نزه ربك سيدك رب الكائنات الذي خلقك وخلق الكون من أجلك، نزهه عما لا يليق به. ومعنى أن تنزهه أي تعتبره هو الخالق المالك الذي يستحق الطاعة، فتطيعه وحده وتتحرر عن العبودية لسواه، فتتخلص من الشرك وتكون من أوليائه الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نتولى الله ورسوله والذين آمنوا، أما الذين يتولون غير الله ويكفرون الصحابة الذين نقلوا لنا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، إذا كانوا هم كفار فماذا بقي من ديننا إذا نقله لنا الكفار؟ أين عقولهم؟ أين جهلهم؟ أين قراءتهم للقرآن؟ أم عندهم قرآن آخر؟ أسأل الله أن يثبتنا بقوله الثابت ولا يضلنا عن الصراط المستقيم. ونحن في كل ركعة من الصلاة وفي غير الصلاة نقرأ في آخر سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا تجعلنا من المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه، لأنه لهم مصالح. ولا الضالين، الضالين ضائعين، لا نعرف هذه الحق ولا نعرف أن يطيع الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.